ينضم لنا إذن الأستاذ عمر عساف، هو أستاذ ونقابي سابق وناشط حراكي وعضو مبادرة حل أزمة المعلمين أيضا. يا أستاذ عمر عساف، الله يصبحك بالخير وأهلا وسهلا فيك معنا. أصبحك بالخير وبأنوار النبي إن شاء الله، أنت وكل المشاهدين والمستمعين. تحياتي لك. يعني اجتماع استثنائي أو جلسة استثنائية للحكومة كانت يوم الخميس بطابع أمني بوجود الأمن، وبعدها تمخض ما تمخض. يعني رأيت أنت الاتحاد ماذا فعل، يعني وبعد ذلك الحراك ماذا أعلن، والأمور تراوح مكانها. غدا اعتصام مركزي للمعلمين دعوا إليه أمام مجلس الوزراء، شو رأيك أستاذ عساف؟ يعني رأيي أن الحكومة تأخرت كثيرا والاتحاد تأخر كثيرا في الاستجابة لتنفيذ المبادرة التي كان ينبغي أن يتم تنفيذها وتطبيقها بيسر وسهولة، لأنهم راهنوا على مراهنات أنا أعتقد أنها كانت بائسة. هذا من جهة. من جهة ثانية، يعني لا أعرف لماذا يزج الأمن في هكذا أمور. يعني نحن يفصل بيننا وبين 1997 أكثر من ربع قرن. قبل 25 عاما وقع على الاتفاق مع المعلمين الحج إسماعيل جبر ومصطفى عيسى والأخ جبريل رجوب أبو رامي، يعني كلها كانت قيادة أمنية وقعت إضرابا مع المعلمين بعد اعتقالهم. لا أعرف لماذا لا يستخلصون العبر ويبتعدون جدا بأجهزة الأمن وبأفكار الأمن عن المعلمين وعن القطاع المدني. يعني حبذا وزير التربية تربويون نقابيون هكذا، أما الأمن يدخل على هذا خط؟ أنا أعتقد أن في هذا خللا فادحا في العلاقات حتى الداخلية بيننا. نعم. طيب الحل اليوم، احنا يعني الجميع يبحث عن حلول، وايضا هذا الاجتماع اللي بطبع امني، ما هي تبعاته من وجهه نظرك استاذ عمر؟ يعني مره اخرى الاشكاليه الكبرى هي ان ما كان ممكنا بالامن قبل الاضراب يصبح اكثر صعوبه بعد الاضراب. يعني كان ينبغي ان نجنب المعلمين والطلاب أكثر من شهر، أعتقد مضى على الإضراب أكثر من شهر شهر وأسبوع يعني، وبالتالي كان ينبغي أن نجنب شعبنا وطلابنا ومعلمينا كل هذا، لا أن نبقى نراوح نتشاطر الكل يحاول أن يظهر فهله وشطارة في أنه يريد أن يلتف هنا أو هناك. لو بادر الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين لتنفيذ ما اتفق عليه خلال الصيف الماضي، ليس الآن، خلال الصيف الماضي لما وصلنا إلى ما نحن عليه. لو الحكومة التزمت في واحد واحد بتطبيق ما اتفق عليه لم نصل إلى أن نعطل طلابنا شهرا. أنا أعتقد أن عدم التنفيذ زاد من فقدان الثقة، وبالتالي حين تفتقد أو تفقد الثقة يصبح الجميع يبحثون عن مزيد من العناصر ليضمنوا حقوقهم، وبالتالي المعلمون أنا في تقديري في هذه الحالة لأنهم عانوا مجددا من غياب الثقة مع الحكومة ومع الاتحاد، نراهم إذا جاز القول يعني متمسكين بالتنفيذ الحرفي لما اتفق عليه، خصوصا ما له علاقة بزيادة ال 15%. يعني زي ما قلت حضرتك والجميع أكدوا اليوم، أمر بسيط جدا، تنفيذ البنود المبادرة التي تم التوقيع عليها بحذافيرها، تنفيذ بنودها لا أكثر ولا أقل. يعني هذا باختصار، يعني مختصر الآراء جميعها لهذا اليوم، تنفيذ هذه المبادرة التي كانت العام الماضي نيسان 2022 بحذافيرها، 15% فوريات، تمثيل نقابة المعلمين، مهننة التعليم، وأمور أخرى كثيرة لو نفذت وطبقت لما وصلنا إليه لهذا اليوم. هذا لسان حال ما شاركوا اليوم. نعم بالتأكيد، لو طبقت ما كنا وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. مرة أخرى أنا أعتقد أن المعلمين، يعني أنا كنت بالسفر ولكن بتواصلي مع عدد من المعلمين خلال أمس واليوم، المعلمون يقولون أن 15% تصبح جزءا من الراتب، وبالتالي حين تصبح 15% جزءا من الراتب يدفع 80% من الراتب، من ال 15% يدفع 12%.
في اطار راتب. هذه فكره، لا اتحدث عن اتفاق، ولكن قد يكون ذلك يشكل استجابه للوضع العام للخروج من هذه الازمه الراهنه. وانا هنا اتحدث مره اخرى في سياق امكانيه تطبيق المبادره كما نصت عليها بنودها كلها، ومره اخرى انا اناشد واطالب الامن ان يبتعد عن هذه المهمه لان ليس لهم شان بها من قريب او من بعيد الا اذا كانوا يخشون على مصالحهم، لان مصالح المعلمين تتطلب اعاده ترتيب اولويات الموازنات، وبالتالي زياده موازنه التعليم وتقليص موازنه الامن التي تحظى بحصة الاسد. شكرا استاذ عمر عساف، شكرا جزيلا لك وشكرا لهذه المداخله.